بلغنا في التاريخ أن الحضرموت إذا نابتهم نائبة كبيرة يروحون يزورون الهود وتفرق عليهم. هذا مذكور في تواريخ، ما هو من كلامي، كلام ما تقدم قبلنا، أن الحضرموت إذا نابتهم نائبة يزورون هود بنية الفرق وتتفرق. رسول الله يسلم المسلمين كلهم. نحن نتمنى من الله في مثل هذا الحضرة، في هذا مثل المجالس، أن هذا المكروب وهذا المرض من بكرة يروح من العالم كله، يرفع الله عن المسلمين حتى عن الكفار، ما للضاب ولا المسلم ولا الكافر، ولا نفعل بالفعل السوء. والعادة بيتم أسبوع، يتم أسبوعين، هذا فعل سوء. النبي كان يعقب والفعل لا، فعل حسن. نحن بشر نقول هذا المرض بيروح، كما ظهر في البلد، أول بلاد ظهر فيها المكروب هذا قبل عليه. ونحن من بكرة إن شاء الله نتمنى من ربنا، نحن نصل كريم ونعرف أن العافية من الله والمرض من الله، ولي أراد الله يكون ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن. فإذا أراد الله شيء بينفذ، من رضي ومن لا رضي، القضاء ينفذ، ومن رضي له الرضا ومن سخط له السخط. وأما الإيمان من أركان الإيمان، وبالقدر خير وشر من الله تعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخزى، وما أخفاك لم يكن ليصيبك. والحديث صحيح عن النبي، سمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك كل شيء، قد كتب الله عليه. ثم يضروك لم يضروك كل شيء، كتب الله عليه. فعلى كل حال الخوف هذا إلى هذا المستوى من ضعف الإيمان. لو عندنا إيمان أن الخير والشر بمشيئة الله، ما بيكون الخوف إلى المستوى. وأن الميموت إلا من غلق قلبي، قل له كنت في بيوتك لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هؤلاء المؤمنين، إيمان المؤمنين يكون بهذا الشكل، لا يخافون من شيء. من آمن بالله لا خوف عليه، لكن هو الإيمان بالله، لما ضعف الإيمان صرنا نخاف حتى من الضلال. عندنا مثال سابقا نقول فلان خاف من الضلال، والحين خاف من الضلال، عاد ما حدو عندنا المرضى نحن خايفين منه، عاد ما حدو. سابق مثال عندنا فلان يخاف من الضلال، ومن خاف المرض له عندنا خاف منه، ذا يخاف من شيء ما الوجود. الحمد لله نعمة كبيرة حيث بلغنا أن اليمن سليمة من هذا البلد. عن ما نعجب بهذا، بنقول نتمنى من ربنا يسلم العالم كله من هذا البلاء ومن أي بلاء. عند ربي قادر يزيل بلاء عظم هذا البلاء اللي حصل والمرض، ربي قادر يزيل عظم. فلهذا نسلم الأمر لمن له الأمر. أي نحن نقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيد من؟ بيد الله سبحانه. إذا مرضت فهو منه الله. سيدنا بكر الصديق مرض، قيل له من لك طبيب؟ قال أمرضني يا طبيب، المرض من الله. فنحن نسأل الله، نطلب من جميع الناس أن يتوجهون برفع البلاء ويتوبون، لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.